قبل ما تفرجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عن قناة ميديا ديزل. أقدم مواطنون متهورون أمس الاثنين على تنظيم مظاهرات حاشدة شارك فيها المئات بمدينة خراطة في خرق واضح للحجر الصحي الذي فرضته الحكومة على كل ولايات الوطن. خرجة هؤلاء المواطنين لا تعتبر بريئة وتنطوي على رسائل مشفرة، خاصة وأن الأمر لا يعتبر نوع من أنواع الممارسات السياسية أو الاحتجاجات الاجتماعية، لا سيما في ظل الأزمة الراهنة. وربما لا يعلم هؤلاء المتهورين بأن الأمر يتعلق بالصحة العمومية وإصابة شخص واحد كفيل بأن يعدل عشرات، ما يعني عملا انتحاريا غبيا لم يحدث مثله في تاريخ البشرية. شاركونا إخوتي الكرام أنتم أراءكم في التعليقات. مجموعة من القراصنة المغاربة قاموا اليوم باختراق الموقع الرسمي لوزارة الصحة الجزائرية، حيث أنهم استغلوا الثغرات الموجودة بالموقع والتي تعاني منها أغلب المواقع الجزائرية كثغرة SQL، حيث قاموا بوضع صفحة من نوع HTML مكتوب فيها اسم الأشخاص الذين قاموا باختراق الموقع ومضيفين في الخلفية موسيقى. هذه الحادثة تحتم على الدولة مراجعة جل مواقعها الحكومية لأن حمايتها جد ضعيفة. أما بالنسبة للمغاربة فنقول لهم ما فائدة اختراق موقع وزارة الصحة وفي عز زمن كورونا؟ إخوتي الكرام شاركونا أنتم أراءكم في التعليقات. عادت وسائل الإعلام المغربية مجددا للتحامل على الجزائري وجيشها في محاولة لتشويه صورته، حيث زعمت جريدة العلم بأن عدد من كبار ضباط الجيش الوطني قد تم اعتقالهم من أجل الاتجار في الذهب والممنوعات بمختلف أشكالها. وأضافت أنه زوال يوم الجمعة 22 ماي تم توقيف أحد كبار الضباط بمنطقة الوركلة على الحدود الجزائرية الليبية ليتم نقل الجميع إلى منطقة تندوف من أجل التفاوض فيما بينهم، لأنه اتضح بأن هناك عدد كبير من العساكر المتورطين في هذا الملف. ولعل ما يؤكد كذب هذه الافتراءات المغربية ما جاء في ذات الجريدة بقولها: أكدت مصادرنا بأن هناك تكتم شديد على هذا الملف، خصوصا أن لا يتسرب للمغاربة. لتختتم الخبر المزعوم ب: وزادت المصادر بأن هؤلاء العساكر يخضعون للتحقيق في سرية تامة، لتستمر بذلك المغرب في استفزاز الدولة الجزائرية والشعب الجزائري على حد سواء. ولكن بلادنا ترد وسترد عندما يحين الوقت، فلما كان للمتكالبين على بلادنا بيننا. شاركونا إخوتي الكرام أنتم أراءكم في التعليقات. سيستفيد أصحاب الشركات الناشئة من عدة إعفاءات ضريبية من أجل توسيع رقعة انتشارها وتشجيع الشباب على الاستثمار فيها، ويأتي ذلك خاصة بعد تعهد الحكومة بتقديم يد المساعدة في عثور هؤلاء على مشاريع. وتشمل الامتيازات التي ستمنحها الحكومة لأصحاب المؤسسات الناشئة حسب ما تضمنه تقرير مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الإعفاء المؤقت ولمدة 3 سنوات اعتبارا من تاريخ بدء النشاط من الضريبة الجزافية الوحيدة بالنسبة لتلك الخاضعة لهذا النظام، وكذا الإعفاء من الرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركات، بالإضافة إلى الرسم على القيمة المضافة على تجهيزات المقتنات المخصصة لإنجاز مشاريعها الاستثمارية. وبشأن شركة رأس مال الاستثماري فإنه وباستثناء المساهمة في المؤسسات الناشئة لا يمكن أن تحوز شركة رأس مال الاستثماري لأسهم تتجاوز 49% من رأس مال نفس الشركة. ومقابل ذلك شددت الحكومة على أهمية مراجعة مدونة حساب التخصيص الخاص بصندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة. رد كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي سليم دادة على الحملة التي طالتها بعد زيارته لموقع جدارية ساحة بن بولعيد بالجزائر العاصمة التي تعرض للتخريب، متطرقا لمحور قانونية الجدار، واعدا بالرد على ما يروج حولها بخصوص قضية الماسونية والرموز والطلاسم. وقال كاتب الدولة أن الرسوم على الجدارية تمت بطريقة قانونية وتعود لسنة 2012، وقد استغرق إعداده حوالي 2 عامين، وتابع إنجاز جدارية وتزيين وتوظيف ساحة بن بولعيد وبعض الأماكن في شارع بالمهيدي في الجزائر الوسطى. هو مشروع جمعوي مدني ينخرط ضمن مسعى ثقافي حواري دولي تم التخطيط له والبحث فيه لأشهر عديدة، حيث تمتع بكل التراخيص اللازمة والمتابعة المؤسساتية من قبل وزارة الثقافة والبلدية. مضيفا أن مشروع الجدارية حصل على دعم العديد من المؤسسات الوطنية والأجنبية في الجزائر، كان تحت إشراف عديد الجمعيات الثقافية الجزائرية المعتمدة، وأنجزه عشرات الفنانين والطلبة الشباب على مسمع ومرئي من سكان الحي الذين شاركوهم أيضا وعلى طريقتهم في توفير الماء والأكل، مساعدة الأطفال، وصل الكهرباء،
في دعم هذا المشروع والحفاظ عليه لليوم لولا الحادثة الأخيرة. ووصف كاتب الدولة الجدارية أنها تجسيد لروح التشاركية وتحقيق للبهجة والفرحة والنقاش البريء أضفى على ساكنة الحي الذين كانوا يصطحبون أطفالهم لمشاهدة عشرات الشباب الجزائري خريجي المعاهد والجامعات الوطنية يعملون ويبدعون ويتشاركون في تحسين هوية حي شعبي كان في التسعينات مرتعا لمروج المخدرات والمتبولين والمشبوهين. إخوة الكرام، شاركونا أنتم أراءكم في التعليقات حول هذه القضية. سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان الرسمي عن بروتوكول صحي يجري إنجازه من طرف لجنة تقنية تتشكل من خبراء وأخصائيين ومتعاملين في مجال السياحة، وذلك من أجل حماية صحة المواطنين وتفادي انتشار فيروس كورونا لا سيما خلال موسم الاستياف المقبل، كما كشف عنه مستشار وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي عبد القادر غوتي. وأوضح السيد غوتي أن هذه اللجنة التقنية التي نصبت مؤخرا على مستوى الوزارة على وشك انتهاء من تحضير هذا البروتوكول الصحي الذي يحتوي على جملة من القواعد الاحترازية والوقائية والصحية موجهة للمؤسسات الفندقية وكذا للوكالات السياحية ولكل المتعاملين الآخرين تحسبا لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي وإعادة بعث النشاط السياحي في ظروف صحية آمنة لا سيما مع اقتراب موسم الاصطياف. ويجري دراسة ومناقشة هذا البروتوكول الذي يندرج ضمن المخطط السياحي الذي وضعت الوزارة لبعث النشاط السياحي من طرف خبراء ومختصين ومهنيين ومتعاملين في مجال السياحة من أجل الخروج بتدابير وقائية واحترازية كفيلة بوضع حد لانتشار وباء كورونا لا سيما خلال موسم الاصطياف. وأضاف المسؤول ذاته بأنه سيتم إرسال وثيقة هذا البروتوكول إلى كل الجهات المعنية من وكالات سياحية ومؤسسات فندقية وكذا إلى مختلف القطاعات المعنية لا سيما وزارتي الداخلية والجامعات المحلية والصحة والسكان للإطلاع عليه وإثرائه والتمكن من تطبيقه وتجسيده في الميدان. كما يعد هذا البروتوكول الصحي على حد تعبير مستشار وزير السياحة إجراء وقائي واحترازي يتم من خلاله طمأنة المواطنين وحثهم على قضاء عطلهم في الجزائر في راحة تامة بعيدا عن أي تخوف من انتشار الوباء، معتبرا هذا البروتوكول وسيلة مثلى لحماية صحة موظفي ومستخدم المؤسسات الفندقية وكذا لمرافقة متعاملين سياحيين من أجل استقطاب السياح. ويجري إنجاز هذا البروتوكول الصحي طبقا لتوجيهات المنظمتين العالميتين للصحة والسياحة واللتين قدمتا إجراءات تركز أساسا على إلزامية حماية صحة المواطنين والوقاية من تفشي وباء كورونا بعد بعث النشاط السياحي ومختلف النشاطات الأخرى، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول يحتوي على تدابير وقائية يستدعي الالتزام بها لتفادي انتشار الوباء خلال موسم الاصطياف لا سيما في المؤسسات الفندقية والفضاءات العمومية والشواطئ التي تعرف توافدا كبيرا من المصطافين. وتقترح اللجنة التقنية في وثيقة بروتوكول التزام أصحاب الفنادق بوضع خلايا لليقظة للاطلاع على الأوضاع الصحية ومرافقة المصطافين والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تسجيل أي حالة إصابة بالوباء إلى جانب توفير فرق طبية من أجل التكفل بصحة السياح والموظفين يوميا مع التوجه نحو استغلال طاقة استيعاب الفنادق بنسبة 50% من أجل تطبيق إجراءات التباعد ما بين المصطافين. كما قدمت اللجنة اقتراحات وقائية في هذا البروتوكول تتعلق أساسا بكيفية وطرق استغلال المسابح والشواطئ التابعة للمؤسسات الفندقية والسياحية وكذا بطرق استقبال وتسجيل الزبائن بالفنادق مع منع إقامة سهرات فنية والالتزام بتعقيم وتنظيف الغرف والمرافق العمومية يوميا مع منع استغلال صيغة السكن عند المضيف أو كراء شقق بالمناطق الساحلية في هذه الفترة الصعبة مع إجبارية استعمال الكمامات الوقائية وكذا إلزام موظفي الفنادق بإلزامية ارتداء الكمامات والمآزر أيضا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. من جهة أخرى دعت اللجنة التقنية وكالات السياحة والأصفار إلى استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لاستقطاب الزبائن وتسهيل مهمة دفع وتسديد فواتير المعنيين بالعطل عن طريق هذه التطبيقات العصرية لمكافحة انتشار الوباء إلى جانب استعمال 50% من قدرات الحافلات لنقل السياح وإلزامية تعقيمها وتنظيفها وتوفير كل منتوجات التعقيم لفائدة الزبائن. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.